إلى مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، حيث وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا حول نووي إيران بالفرصة الأخيرة، ودعت طهران للتوقيع على الاتفاق الذي يتضمن خفض مخزونها من اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات. هذا وقد وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إلى العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم على رأس وفد لمواصلة المحادثات النووية، وأكد جدية بلاده في التوصل لاتفاق يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه. كما دافع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن المقترحات التي قدمتها بلاده خلال الجولة السابقة، وقال إنها تتطابق مع روح الاتفاق النووي وتفاهمات الجولات السابقة. إيران انتقدت موقف الدول الأوروبية المشاركة في المفاوضات واتهمتها بالسلبية. عشية المفاوضات أعلنت واشنطن أن مبعوثها بشأن إيران روبرت مالي يعتزم المشاركة في هذه الجولة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تتجه إلى تشديد تطبيق العقوبات على إيران في حال تعثر المفاوضات. ويأتي ذلك على وقع استعداد إسرائيلي أمريكي لبحث استهداف محتمل لمنشآت نووية إيرانية إذا فشلت الدبلوماسية. مصادر إسرائيلية وأمريكية رجحت أن يبحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي بيني جانس إجراء مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط تحاكي استهداف منشآت نووية إيرانية. المزيد في تقرير الزميل سلمان ذكري. تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى العاصمة النمساوية فيينا، أين تعقد الجولة السابعة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وهي التي تم الاتفاق على أن تكون مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، مع تنقل دبلوماسيين من دول أخرى بينهما بسبب رفض طهران الاجتماع وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين. وقبيل ساعات من بداية هذه الجولة، جاء توجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مثيرا للجدل، حيث يسعى لمواصلة الضغط الإسرائيلي في محاولة لإفشال المفاوضات ومنع إحياء الاتفاق. وهو ما عززته وكالة رويترز بنقلها تصريحات مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم تسمه، قائلا إن بلاده تدرس إجراء مناورات مع إسرائيل تحضيرا لضرب منشآت نووية إيرانية، وأن زيارة جانتس سينتج عنها اتفاق بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة للتحضير لتدمير هذه المنشآت في حال فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى حل. في الجهة المقابلة، اعتبرت طهران على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان محمود عباس زادة أن الدول الأوروبية تقوم بتبادل الأدوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة الضغوط على إيران. من جهته، كثف الاتحاد الأوروبي من تحركاته الدبلوماسية ساعات قبيل المفاوضات، ففي اتصال هاتفي حث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة تحقيق تقدم أسرع في مفاوضات فيينا. وفي ذات السياق، حذرت وزيرة خارجية بريطانيا إيران من تضييع الفرصة للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والالتزام ببنوده، قائلة إنها آخر فرصة أمام إيران على حد تعبيرها. وأمام هذه الضغوطات الدبلوماسية والتهديدات بضرب المنشآت الإيرانية، ينتظر المجتمع الدولي رؤية لون الدخان الذي سيخرج من شرفة مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا. أهو أبيض يوحي بالعودة إلى الاتفاق وإعلاء الخيار الدبلوماسي، أم هو دخان أسود ينذر بخيارات قد تكون عواقبها وخيمة على جميع الأطراف؟ معي الدكتور أحمد عجاج، الكاتب والمحلل السياسي، لمناقشة هذا الملف. دكتور عجاج، كيف تنظر لهذه الجولة من مفاوضات فيينا؟ وهل فعلا هي أخيرة كما تقول وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس؟ لا أعتقد أنها ستكون أخيرة على الإطلاق. يعني هناك يعني توجه غربي واضح بأن تستمر المفاوضات قدر ما شاء لها أن تستمر، لأن البديل خطير جدا. لا إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تريد حربا بالطريقة التي تطالب بها إسرائيل، وهي تدمير المنشآت النووية، لأن ذلك يستدعي يعني تفجيرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي ما لا تريده إدارة بايدن. ولا الأوروبيون يريدون حروبا، لأن من طبيعة الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية أن لا تشن حروب. أما بريطانيا
فهي دولة الآن تعمل يعني على هامش السياسة، بمعنى أن خارج منظومة الاتحاد الأوروبي وتريد أن تثبت مدى ولائها لواشنطن. لذلك نسمع تصريحاتها يعني القوية، ليس فقط في الملف الإيراني بل حتى في تهديداتها لروسيا وحتى تهديداتها للصين. طيب الآن أين تقف هذه المفاوضات دكتور بقراءتك للموقف الإيراني والأوروبي؟ لأن أمريكا لا تشارك بشكل مباشر في هذه المفاوضات. إيران قالت على لسان علي باقري كبير المفاوضين بأنها قدمت مسودتين. أوروبا في المقابل لا يبدو بأنها وافقت على هاتين المسودتين، وإيران تقول موقف أوروبا سلبي. أين نحن إذن؟ يعني المشكلة هي الآن بين توجهين. التوجه الجديد لحكومة رئيسي، وهي أن المفاوضات السابقة التي أجرتها حكومة روحاني غير ملزمة لها، لأنها لم توقع عليها، هي مجرد مفاوضات. وخلال تلك المفاوضات التي خاضتها حكومة روحاني توصلوا اتفاقات مبدئية حول كيفية العودة إلى الاتفاق النووي. الحكومة الجديدة ترى أن هذه الاتفاقات المبدئية لا تصب في مصلحة إيران، لذلك قدمت اقتراحا معاكسا وهو شديد القيود، بمعنى أنهم يريدون رفع كامل للعقوبات قبل البدء في التراجع إلى الاتفاق النووي. وهذا ما رفضته أوروبا ورفضته واشنطن، واعتبروه تراجعا عن التعهدات التي قطعتها إيران. إذن الموقف الأوروبي والأمريكي يقول لا يمكن أن نتفاوض بناء على المقترحات الإيرانية. المفاوضات تبدأ من الاتفاقات التي توصلنا إليها منذ 6 أشهر مع حكومة روحاني. وفي القانون الدولي نحن نعرف أن ما تتوصل إليه الحكومة ملزم إلى الحكومة الأخرى. طيب إذا لماذا تتخلف إيران عن هذا الشرط تحديدا ولا تلتزم بما التزمت به الحكومة السابقة؟ من الذي يدعم موقف إيران؟ هل هي روسيا والصين مثلا؟ طبعا طبعا، إيران تجد نفسها الآن أقوى بكثير مما كان سابقا نتيجة الخلاف الأمريكي الصيني، وكذلك نتيجة الخلاف الأوروبي الأمريكي الروسي. والصين وروسيا يدركان أيضا أهمية إيران لهم جيوستراتيجيا، ويريدان أيضا يعني تقويتها لتكون هي يعني العين التي تقاوم المخرج الأمريكي. لذلك إيران تستغل هذه التبدلات في الساحة الدولية وتقول لن أرفع العقوبات مقابل ضمانات لا تكفي لي، أنا لن أعود إلى الاتفاق النووي ما لم ترفع العقوبات كليا. ولذلك تتشدد في هذا الملف، آملة من خلال هذا التشدد أن تحصل على تنازلات أكبر من تلك التي حصلت عليها حكومة روحاني. وأنا أعتقد أنه يمكن أن تحصل على تنازلات يعني أكبر من روحاني، لكن لا يمكن أن ترفع العقوبات كلية لأن ذلك صعب جدا. طيب ولكن اقتصاديا يعني ما الذي يمكن أن تقدم روسيا والصين لإيران؟ هل يمكن أن تعوضاها عن الغرب؟ طبعا نحن نعرف الآن أن إيران تصدر مزيد من النفط إلى الصين من خلال عملية التفريغ في البحر، وهذا التصدير النفطي يعني ينعش الميزانية الإيرانية. كذلك وجود روسيا إلى جانب طهران يساعدها على تفادي الضغوط من خلال مجلس الأمن، لأن هناك حق الفيتو الروسي. لذلك تستغل طهران هذا التبدل في الساحة الدولية من أجل تعزيز مطالبها وإجبار الدول الأوروبية والأمريكية والحكومة الأمريكية على تلبية مطالبها. طيب. أما التهديد الأمريكي والإسرائيلي لإيران بضرب المنشآت النووية، فهذا ما تعتبره طهران ضربا من الخيال. هنا كيف تعتبره أنت دكتور أحمد؟ هل هو ضرب من الخيال؟ يعني أنت قلت بأنه المطالب الإيرانية شبه تعجيزية ولا يمكن أن توافق عليها لا أوروبا ولا الولايات المتحدة، ألا يجعل ذلك الخيار العسكري موجود ولا وقائم؟ طبعا طبعا، هذا الخيار أنا لا أستبعده على الإطلاق، لكن الحكومة الإيرانية تراهن على أمرين. الأمر الأول أن هذا الخيار لا يمكن أن يحدث لأنه خطير وله تداعيات خطيرة جدا. والأمر الثاني أنه في حال شعرت حكومة رئيسي أن هذا الخيار أصبح على قاب قوسين أو أدنى، عندها تبدأ بالتنازل وتعود إلى المفاوضات، وبذلك تحاول بهذه الاستراتيجية أن تلتف على الغرب وتحاول كسب أكثر ما يمكن. لكن في النهاية يعني على الغرب أن يستوعب هذه الأمور، هل هو أيضا يخاطر أو يجازف بالطريقة التي تجازف بها إيران؟ حتى الآن الغرب لا يميل إلى هذه السياسة، بل يحاول عبر سياسة أصفها بالسياسة الدبلوماسية
الصبورة من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه عبر الحلول السلمية. سؤالي الأخير دكتور أحمد عجاج، ما تأثير تل أبيب؟ يعني أنت تعرف أن تل أبيب لها كلمة على واشنطن وحتى على الغرب، تأثير تل أبيب على الغرب وعلى الولايات المتحدة، هل سيغير من موقفها في الملف النووي الإيراني مع إيران؟ طبعاً، يعني العامل الإسرائيلي هو الأهم في هذه المعادلة كلها. يعني الموقف الأمريكي المتشدد من المشروع النووي الإيراني سببه الموقف الإسرائيلي. لما لإسرائيل من نفوذ في القرار الأمريكي وفي العواصم الأوروبية؟ لكن بالوقت ذاته يعني تشعر إسرائيل أن تشددها وتهديداتها لطهران تؤدي إلى تعزيز سمعة إسرائيل في المنطقة، وبأنها القوة الوحيدة التي يمكنها أن تحجم إيران. وهذا الموقف الإسرائيلي الذي يظهر بهذا الشكل يجعل دول المنطقة جميعها أن ترى في إسرائيل يعني ملاذا ودرعا، وهذا يخدم إسرائيل ويخدم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى هذا الخيار له نهاية واحدة لا غير، أنه في حال تشددت إيران فأن إسرائيل ستكون مجبرة على فعلا أن تقوم بعمل عسكري، وهناك استعدادات ومؤشرات يعني تنشرها الصحف الغربية وتنشرها الصحف الإسرائيلية، ومنها أن إسرائيل اشترت أسلحة يعني حديثة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها استهداف المنشأة فودور المحمية تحت الأرض وتدميرها. لذلك كل هذه الاحتمالات ممكنة، لكن كل الجميع يلعب على حافة الهوية وبالتحديد إسرائيل وإيران. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور أحمد عجاج.